شو هاد يا؟ سلام، يعني انتو ما اشتقتوا لي؟ ما اشتقتوا لي ما؟ أبداً يعني؟ يا الله، لو كان عندي شوية قلب كنت متأكدة إنه رح ينكسر كتير، بس هلأ ما عندي. ما ضل عندي قلب تكسروه. نوب. إذا كنتوا حالياً عم تشوفوا الفيديو هذا بيعني إنه خطتنا، يعني الخطة يلي عملتها مع بارك فشلت، ومعناتها إنه أنا متت. يعني شي طبيعي يكون ما ضل عندي قلب لينبط. بارك، انت عملت يلي بيطلع بايدك. انا بعرف انه انت هلا كثير مقهور وقلبك موجوع، بس اطلع على الموضوع من الناحيه الايجابيه. هن ما عاد يقدروا ياذوني بعد هلا ابدا، وبرايي هالشي ضمان لإلي، ويمكن هلا هن يلي يتاذوا. ولهذا السبب تعا انا وياك نتفق عليهم. حبيبي، شو رايك؟ انت روح وافتح عزاك وخليني اتسلى معهم شوي. شو عم يصير؟ شوفوا شو هاد؟ هو أنا كمان نفسه الشي؟ ايه؟ انت ما اجاك شي بارك؟ تيك تاك تيك تاك تيك تاك. يلي عاملين حالهم رفقاتي وهنن اعدائي، ألجي، هزال، جادري، ويلي صدقوا كل هدول وعاقبوني لإلي، زينو، عرب، وعلي، وهي المسكينة شو كان اسمها يا ربي؟ مافي. ويلي مفكرة حالها بتقدر تغلبني، شو كان اسمها يا ربي؟ دورو. ايه، ذكرت الكل؟ ورجوني، ما في حدا ناقص معي؟ حبيبتي. طيب أنا هلأ رح أعلمكم شلون اللعبة بتنلعب. اسم اللعبة كل ما خنت بتربح، واللعبة فيها قانون واحد، إذا ما خنت بيخونوك لإلك. بتمنى لكم التوفيق، رح نلتقي مرة تانية. بشوفكم. شو هاللعبة هي؟ ها؟ بارك، على شو ناوي أنت؟ بارك، أنا ما عملت شي، أنا مالي علاقة بهي اللعبة. لك كل هالحركات السخيفة عم تطلع من تحت راسك، احكي إذا عامل شي. مالي علاقة باللي صار بنوم. ما كنا نخلص بقى. يا جماعة دقيقة، الموضوع ما عاد طبيعي أبدا، بدي بلغ الشرطة. هالشي مو طبيعي بنوب. عفوا عفوا عفوا، بظن إنه أنتوا هلا عم تحملوا بارك اللي صار، مو هيك؟ ولهيك حبيت ضيف تصريح كتير صغير. بارك ماله أي علاقة بهاللعبة بنوب. وبظن هو كمان تفاجأ شوي، لهيك برأيي أنتوا تركوا الخناق وروحوا ناموا وريحوا حالكم، لأنه اعتبارا من بكرة رح تكونوا بحاجة للطاقة لحتى تقدروا توقفوا على رجليكم. شوفكم عن قريب. بالتوفيق. لك ابني انت مريض شي؟ ها؟ لو تسألني نفس السؤال للصبح جوابي ما رح يتغير ابدا. انا مالي علاقة بنوب. ولك شو هاد؟ شو هاد؟ حدا يفهمني شو هاد اللي عم نعيشه هلا؟ لك شو هالوضع اللي وقعنا فيها؟ إذا جمرة ماتت مين اللي عم يساعدها هلا؟ معناتها في حدا عم بيساعدها تطلع. ليك هونيك عرب لحاني. يلا لحق وينو بيعدو حلو. يلا 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 يلا. تعال هون هناك. وقف وقف. يلا بسرعة 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 يلا بسرعة بسرعة يلا بسرعة لحقوه. ولك وقف عندك هناك. يلا علي، انت منيح؟ لا ولا شيء، انا منيح. ولك وقف يا شباب.
سلام عليكم. واقف 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 يا واقف عندك العمى. شو هاد معلم؟ معلم شو عم يصير هون؟ شو هاد؟ بتقولوا كابوس؟ أخذت رقم السيارة. ما بين معي. علي؟ ها؟ أنت منيح؟ علي؟ شو عم يصير؟ لك خلاص علي؟ ما في شي ما في. شو هاد؟ شو هالدم؟ خلاص كيف يعني ما في شي؟ كيف مشكلة يعني؟ صغيرة. ما عم بفهم عليك، مين اللي عمل هيك؟ هو عملها؟ هو ما في، عم اقول لك مشكلة صغيرة. ولك هدول مجانين ومرضى نفسيين، معقول يكون حادثة؟ شوف هالدم. ما في، ما حدا عنده علم بالقصة، وهي مو مشكلتنا، تمام؟ ما في داعي تعملي شوشرة. ما في. علي عرب أخي، أنا طالع لفوق شوف تسجيلات الكاميرات. وأنا كنت طالع شوفهم. يلا مطفين كل النظام. لك شو هالدوامة اللي وقعنا جواتها؟ اطلع. تعال أخي تعال. يلا قدر. يلا عم قلك ما عنا وقت، خلصيني بقى. يلا عم جهز حالي بلال. تمام، بس هلأ ما بتلاقي غير الولاد طبوا فوق راسنا شبكة قدر. ايه يا روحي، يعني بدي البس. أنا أساساً ما بدي اياك تلبسي، صدقيني ما ضل في عندي صبر أبداً يا قدر. والله رح أطق مرارتي لبين ما تفتحي الباب. نعم يا زوجي. ولك يقدرني. يقدرني. معقول خجلك؟ مين هاد؟ شو عم بصير؟ والله شكلي ما رح أتهنى بي لحظة. لك شو عم تعمل؟ روحي افتح الباب روحي. والله ماني عارفاني شو بدي ساوي، وآخر تمام وضع شو هاد؟ وقليلين أدب. داريا؟ قدر أنا عاصفة جاية بهالوقت المتأخر، عطلتكن عن شي؟ فاضيين يا روحي، شو لكان؟ تعي تعي فوتي. إيه؟ إيه والله بدي فوت. أهلا وسهلا يا أختي. أهلين، رح فوت أنا. ها داريا؟ خير إن شاء الله أختي، شو صاير معك؟ كمان الأولاد؟ كنت عارفان لأنه كانوا قاعدين وفجأة قاموا راحوا. شو عملوا كمان؟ مو هيك. شو بده يصير كمان؟ بيكونوا راحوا وتدخلوا بشي ما بيخصهم. وينهم أختي؟ قولي، أعطيني العنوان وأنا بروح بجيبهم. لا لا مو هيك أبدا. بعدين أنا كمان ما بعرف لوين راحوا أصلاً، ما بعرف وين ممكن يكونوا ما راحوا. ما بتعرفوا، اجيتي لتخبرينا وكأنك عم بتخبري عن شي جنازة. والله طيرتي لي عقلي داريا. قدر لا تحكي بسخافة وتقولي لي جنازة ومدري شو حاجة. بقى لا تجيبي سيرة الموت قدامي، رح يوقف قلبي من أخبار الموت. أنا من غير شي أعصابي متوترة. تمام تمام يا روح، كتير أعصابي تعبانة. تمام أنت معك حق، خلص. بس أنا يعني خدي أختي شو بعرفني؟ خدي اشربي مي حبيبتي. شو صاير يا أختي؟ فهمينا شو القصة، خلينا نفهم معك. علي قال إنه بده كنان ياخد الوصاية من شوي. قال لي هيك. أنت شو عم بتقولي؟ ما عاد بده يجي، قال بده يضل هنيك. يا معلم لساته عايش ما هيك؟ ايه عايش. تمام، ولك اترك الرجال. شو بدك تصحيه وتخلي الشرطة تمسكنا؟ يا أخي أنت مو معقول قديش بتحب تترك الناس وراك. بالضبط يا شاكري، ولهالسبب لحد اليوم ما تركتك وراي أبدا. هلأ وقت هاد الحكي؟ وقته هالعلاك؟ بارك
الله يوفقك احكي لنا الحقيقة، هي لعبة منك مو؟ كل الكاميرات طلعت مطفية وما في رقم سيارة. شش ولك طلع فيني، طلع فيني عم قلك، عم ناديلك إلك عرب. طلع فيني لك، إذا إلك يد بهالموضوع أقسم بالله ما رح تفلك من إيدي. لهيك احكي الصدق، قول إذا إلك يد. مالي أنا ما عندي أي معلومة، بس بدي أعترف لكم بشغلة، إنه هاي اللعبة ما خطرت ببالي، خجلان من حالي كتير. كمان أكيد عم تمزح. مين ما كان اللي عم يساعد حبيبتي أنا كتير غيران منه. أنت مريض نفسي بارك يا أخي، تركنا من هالمزح هلأ، إذا ما إلك علاقة بالموضوع أنت لازم تساعدنا هلأ. الشيء الوحيد يلي لازمني يا إلجي إنه لاقي قاتل جمرة وبس. بارك بارك يا جماعة، نحن لازم نكون إيد وحدة ونتحرك مع بعض، يا كلياتنا منغرق سوا يا منطلع سوا. بعدي بعدي عرب، بعدوله بعدوله. اللي شايفه إنه كلياتنا بسفينة وحدة هلأ. سفينتنا ما بتحملكن جاكري، تمام؟ حطها حلا بإدنك. ما أخباك يا زلمة. ليك علي، ما انكن شايفين؟ واضح إنه جمرة مخططة لكل شي عم يصير. عن جد ولا واحد فيكن خايف من هاي اللعبة؟ يعني بدكن تقنعوني ما حدا خاف من يلي شفناه تحت؟ هزال، نحن بعمرنا وحياتنا ما خفنا من جمرة العايشة، بقى بدنا نخاف منها بعد ما ماتت؟ إذا أنتو حابين تخافوا طبعاً نحن ما فينا نمنعكم. ليكي هيك عم تغلطي، بس مو وقت هالحكي. نحن غلطنا من البداية، من لما عطيناكم الفرصة، فلا تكتروا حكي ونقلعوا من هون. لا تخليني أضربك ولا، يلا نقلع من هون. ايه ماشي هزال، جاكري يلا تاكسي. هلكي هاي اللعبة ما حدا رح يطلع منها ربحان، يكون بعلمكم. هزال يلا. ابني أنا عم يتطلع جوات عيوني ويهدد، وبشو عم يهددني؟ بأنه بده يصير تحت جناح هداك الرجال اللي تركني من 16 سنة. لك عم بيقلي هيك، وقال لي ما أنا راجع البيت. تخيلوا قال لي ما أنا راجع وبده ينام هنيك. قدر لوين رايحة؟ بدي روح أضربه ورجعه على البيت. عادي هون مشان الله، عادي خلصنا بقى. طيب لكان انت روح أضربه ورجعه. مين بدك تضربي انت بقى؟ يعني لانك معصبة قلت بعمل له كفين. معصبة ايه بس شو عم تحكي؟ لكان انت ضربي داريا. شبكي قدر، الضرب ما نوع حل بيناسب اختي داريا، لا تصبي الزيت على النار، خلصنا رؤي. ايه صح، انا عم بحكي هيك لانه اللي ما بيضرب ابنه بيضرب بحاله. هاي عن البنت، بيقولوا يلي ما بيضرب بنته. انتو ابنه نفس الشيء، كلهم بدهم ضرب. يا قدر شو الفرق هلا؟ يعني شو الفرق بين البنت والصبي بقى؟ وليش لحتى نضربهم اصلا؟ في حدا بيضرب الاولاد يا جماعه؟ شو بكون بعدين؟ مو هذا موضوع الحسابون، ما عم بفهم شو عم اقول من التوتر. يعني من شان الله اهدي، بعتذر منك يا رفيقتي. تمام انا حاليا رح اسمعك. يلا خلص اهدي، بتسمحوا لي احكي شيء؟ ايه خلص قدر، انت ما تتدخلي بالموضوع ابنه. الله يسامحك يا بلال. لو سمحتي اختي ليكي، مو قلتي له رح طلعك من المدرسه؟ ايه وهو مفكرك عم تعندي، وبهالعمر بيكونوا مثل النار والدم عم يغلي بعروقه، وهو بيعرف بروحته لهنيك رح يظلم حاله كتير. إذا بدك تركيه يروح على المدرسة، مدرسته كتير منيحة. إيه لا يحلم لا يحلم، ما بيقدر يهددني لحتى يعمل اللي بده إياه. ما في، بموت ميت موتة وما بخليه يعمل اللي بده إياه. لك أنا حملت فيه 9 شهور، 16 سنة ما فارق عيوني ولا لحظة على أكل وشرب ونوم، ضحيت كتير كرماله، متت لشفته شب قدامي لحتى يجي هلأ يهددني. إيه والله لسه ما خلق. أنا أم، والولاد ما بيقدروا يعاندوا أمهاتهم، ما بيحق لهم يعملوا هيك أبداً. بدك بوسة يا داري على هالحكي؟ بدك بوسة؟ والله يا رفيتي ملينا من مراهقتهم، لسه محملين همهم وعم ينهشوا بلحمنا، نحن ضحينا كرمالهم. قدر فهمت، رح أسكت. وشو بدنا نعمل هلأ؟ شو بيعرفني بلاد؟ طلعي فيني وليه؟ لا تعاندي وتخلي كنان ياخده؟ لا ما رح أقبل بهيك شيء أبداً، لا يحلموا. وابني بدي رجعه على بيتي، وكينام بده يلزم حده، ما بخلي حدا ياخد مني ابني إن شاء الله. يا شباب الزلمة عم يصحى عم يصحى.
عمي هذا أنا، وقف لا تخاف، لا تخاف، أتخاف على مهلك، وقف وقف، خليني ساعدك. ما تقوم هيك فجأة، على مهلك، وقف. ما فيني شيء. على مهلك. شو عم تعملوا بالمدرسة لهالوقت؟ عمي نحنا كنا مارقين من هون، ولما شفناك هيك واقع على الأرض جينا حتى نطمن عليك. عود. الحمد لله على سلامتك. عود عود. يا الله. أخي متأكد إنك منيح؟ إذا بدك بناخدك على المشفى. شكرا. تروح؟ أنا منيح. شكرا، بالظاهر نزل ضغطي. إيه ممكن. إيه يمكن. خير إن شاء الله. أنت منيح؟ إيه إيه. الحمد لله. شكرا لك. سلامتك، الحمد لله على السلامة. منيح. خلص أنا منيح. يلا خلونا نرجع على الحارة، منكمل حديثنا هنيك. يلا امشوا. يلا تعرفوا شغلة يا جماعة، أنا ما عم صدق بارك ولا بأي شكل. يعني معلش تقلي مين في غيره ساعد جمرة عرب؟ بالضبط، برأيي ما نوتر حالنا على الفاضي. على كل حال يلا خلصوني، خلونا نروح على الحارة ومنحكي هنيك. يلا دورو، إذا أنت مالك ناوية تجي بدي عزبك، وصلي مافي. وانت كيف اجي؟ عرب انا اجيت ماشي. يلا لكان اطلع وراي على البسكليت ونرجع سوا، شو بدنا نعمل؟ ما في غير هالحل. لا خلص انتو روحوا، انا ماني راجع على الحارة، ليلى بدي ابقى عند كينان بيت. كيف؟ شو؟ كيف؟ وقفت بوش امي، اذا ما بعتتني على المدرسة رح اعطي وصايتي لكينان بيك، قلت لها بعيش عنده كمان. انت هيك ناوي تموت امك؟ زدت عليها قنبلة بالمرة. علي ليك لا تعصب، نطلع على البسكليت خلصني. زينو لا ما بيصير، ما عم تستوعبي؟ طول ما أمي ما عم تسمح لي كمل بالمدرسة أنا مالي راجع على البيت. إيه تمام، لكن تعالوا نام عنا. لا جيتي لعندكم ما بتفيدني، ما رح تجيب نتيجة مع أمي بنوم. لكن خلاص تعال نام عنا. ما في الموضوع ماله علاقة بعند مين بدي أبقى، ما عم بقدر أشرح لكم مشكلتي، لازم أبقى ببيت كينان بيك لحتى مشي كلامي على أمي. ليك كلياتنا منعرف إنه خالي داري عنيدة، وأنت عم تحاول تعاندها بس ما فيك توصل لعنادة يا علي. وأنا من نفس المنطقة عرب، تمام منشوف مين أنا. دورو فيكي توصليني على بيت كينان بيك؟ بوصلك تمام. يلا. وبارك عايش بهداك البيت، ملاحظ هالشي؟ ما بيطلع بإيده يعمل لي شي أبداً. ما في ولهالسبب هاد. ما في تمام، أنا منيح تمام. تبقوا حالكن. لوين؟ ما تطلع قدام، طلع ورا جنبي. يلا لشوف. ماشي. بارك تعال هون. مالي حيل اسمع نصايح ابدا. بارك قلت لك تعال. شوفي شو 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 بدك يعني؟ تمام ابنك كمان ما صار له اي شيء، وين ما عم روح عم يطلع بوشي، وهالمره ما مات. إن شاء الله المرة الجاية ولا يهمك. تعال هون. لاحظت أنا شغلة مهمة كتير، أنت ما بتحترم حدا إذا ما خفت منه يا ولد، ووضعي كأب مثالي صار يزعجني كتير. أنا بعد هالعمر ما عادت تزبط معي هيك، فهمت؟ ما عادت تزبط، عم تكبس على نفسي، يعني صار عندي ميول لأرجع أتصرف مثل أبوك اللي بتعرفه منيح. ولو سمحت لا تشبرني، ولا رح أقول لك أنا تاني مرة، علي أخوك إذا بتلمس شعرة منه فأبوك اللي بتعرفه من قبل رح يرجع بقوة. فهمت علي؟ فهمت يا ولد؟ نقلع اطلع لفوق، روح بدل تيابك وتعال، زبط وضعك وانزل لعندي، رح يجي اخوك هلأ. علي بدك تعتذر منه، بدك تعتذر. وفي شي تاني، من بعد هلأ علي بده يعيش معنا هون بالبيت، ورح انقله على نفوسي كمان. فيني اسألك سؤال؟ بروحتك على هداك البيت لسه شو بده يصير؟ شو طلباتك؟ قلي. عمل لك كانت حادثة. حادثة؟ علي انت جرحك خطير، خطير كتير. علي خير؟ شو بك؟ ليش مجروح؟ احكي لي. لا شوفي. ما في شي دورو، ما في عم تبالغ. عم بالغ؟ انا يلي عم بالغ ما هيك؟
بدي اسألك سؤال، يا ترى كم قطبة لازم يكونوا لحتى ما بالغ والجرح يكون طبيعي؟ لك أخي قطب شو؟ دورو ما في شي، ما في، بس عندها شوية اهتمامات بقصص الخياطة وعم تحكي عنهم. أنت عن جد عم تتمسخر علي؟ أنا ما عم صدق إنه أنت عم تتمسخر علي هلأ. عم قلك هداك المجنون ممكن يقتلك. لك مين؟ ما حدا، ما حدا دورو. دورو حياتي قلك شي، برأيي أنت شغلي موسيقى بصوت عالي، لأنه بدي صرخ وماني قدراني أسكت، وما بدي ياكي تسمعي عياطي شغلية لو سمحتي. أوكي ريلاكس. هداك المجنون ممكن يقتلك، ما عم تفهم؟ انت كيف بدك تضل عايش معه ببيت واحد؟ فهمني. ليكي بعد هلا ما فيني ارجع على البيت ابدا، تمام؟ ما فيني روح على البيت، لانه امي اذا شافت وضعي هاد او سمعت بالحاله تبعي ما بتعود، بترجعني على المدرسه. منطقيا حتى لو بدك تموت ما فيك ترجع على المدرسه. ما في، عم اقول لك كانت مجرد حادثه صغيره. قطعيت؟ ما عم عيط انا. طيب بلكي قتلك وانت نايم بالليل. شباب أنا لهلأ عم بسمعكم منتبهين على القصة، ما هيك؟ اسمعي اسمعي، وانت شهدي يا دورو، سيد علي مصر يخلي بارك يقتله بكل سهولة. تمام فهمت عليكي، تمام. إذا اضطر الأمر بضل صحي طول الليل وما برجع بنام أبدا. وأنا كمان ما رح أقدر نام، ملاحظ هالشي. بتشكرك كتير. ليش كل هاد عم تفكري فيني؟ ايه عم فكر فيك كتير، الله يلعني عم فكر فيك كتير، وما كان في داعي لهالشي انه فكر فيك. سبب؟ معقول لانه انت ما عم تفكر بحالك؟ يعني عم تفكري عني انت؟ ايه علي، ويا ريت انت تفكر عني شوي. بعتذر منكم بس وصلنا، بس اذا حابين تكملوا خناق بعملكم فتله تانيه. لا لا حبيبتي ما في داعي، علي مستعجل رايح بده يموت. ايه؟ بلا ما يتاخر. انا مو ناطر عزرائيل ابدا. ايه لكن هيك لازم، اركض على اجلك. دورو ما تحكي عن اللي صار لعرب، اتفقنا؟ لا لا مستحيل احكي له، لانه بيجي بيقيم القيامة فوق راسنا كلنا، وبرأيي بكفينا اكشن هالليلة، ما هيك علي؟ تمام يلا انتبهوا على حالكم. وانت كمان شوفك مافي، اذا ما متت بشوفك. ما بموت ما بموت، ديروا بالكم. لسه بيقلي انتبهوا، لسه بيقلي انتبهوا. شو؟ كيف بدي اقول لك ياها؟ انتوا كانه غرقانين ببعض شوي؟ ممكن يكون الموضوع هيك، ويا ريته ما صار. مو مشكله، تتهنوا ان شاء الله، تتهنوا، كملوا مع بعض. لك لوين رحتوا انتوا راكد هيك؟ ما رحنا. كيف يعني؟ الو شش اخي، كيف يعني ما رحتوا؟ احكوا يلا. مشينا شوي. ما عم بفهم لشو كل هالتحقيق هاد؟ علي بده ينام الليلة عند أبوه. ايه الخبرية السودة وصلتكم بسرعة. ما قلتوا ما بيصير هيك شيء أبدا؟ كيف صار هيك معه؟ قلنا قلنا، ليش علي عم يسمعنا؟ طالع لأمه عنيد. كنت قل له أمك ما أنا مسامحتك. خلص أختي قدر مشان الله. المرأة قالت هيك شيء يا قدر؟ أختي داريا طلع من تمها هيك كلام؟ ما قالت، بس أنا قلت، وهالخطة دائما بتفيد، يعني بتقول له امك ما انا مسامحتك، وبعدين بتضل بباله بتكبر جواته وبيتحرك ضميره وبيرجع البيت. عن جد كتير منيح اني عرفت بهالخطة يا قدر خانم. يا ريتك ما عرفتي. لك دخيلكم يا شو ما كان بضل ابوه اللزم، ما له زوج امه. شو يعني اذا زوج امه حياته بتصير بخطر؟ شو هالحكي؟ هلا فهمت عليك، انت اخذت على خاطرك بما انك هلا مع قدر، ولهيك انت اعتبرت الكلام عليك. وبلال لشو بده يعتبر له الكلام؟ لانه بلال هلا كمان صار صار زوج امي. تمام القصه ما لها علاقه انه ابوه او مانو ابوه، بالاول لازم يكون انسان. بلال اعتذر حبيبي. أخي الإنساني، الإنساني أخي الريس بلال على راسي والله. بالضبط، الرجولة حلوة، الرجولة حلوة. لكان بهي الحالة أمي بتكون مرت أخوه العرب، مزبوط؟ لا يا روحي ما في داعي، لشو هي مرت أخي ومدري شو. لا أختي منيحة وفيك تقلي خالة. عادي أختي قدر، ما في مشكلة بنوم. تقبر قلبي حبيبي، بس بهي الحالة أنا بكون عمّة لزينو. إيه؟ من طرف الأب. إيه؟ بكون عمّة. شو عم تقولوا لا؟ إيه؟ وبتبوسي إيدي كمان. تمام حاجتكم مسخرة، تمام، خلصنا بقى، أنتوا أخوة، وقدر أمك، وأنت أختك، وأنا أخوكم، وخلصت القصة.
هي عن جد هيك وأنا نعست فجأة. بما أنه أجوا الأولاد خلونا ننام بقى، تأخر الوقت. يلا نعست وجسمي كله متجنش. إيه نحن وين بدنا ننام؟ أنت نامي بغرفتك ونحن بغرفتنا ومنفرش هون بالأرض العرب. إيه هيك بنعمل، خلص هيك بنعمل. ما بصير عرب ما بيقدر ينام هون، بيوجع ظهره. لا عادي بنام هون، شبه هالكنباية مريحة. يا ابني هالكنباية مثل الباطون شبك. ولو يا بنتي خلص بنام، شو بدك انت مريحة. خلص تمام هيك بنعمل، بنحط فرشة على الأرض بغرفة زينو وبتناموا مثل الأخوة. اه بالضبط، انت وأخوك بتناموا بغرفتي وأنا بروح بنام مع أمي الغالية. شو؟ ايه يلا منشوف لك. يلا تصبحوا على خير. تصبحي على خير. وأنا رح أقوم نام. يلا تصبحوا على خير. تصبح على خير. وانتم من أهله. شلح لي كنزتك لشوف. ما في داعي كينان بيك. كيف يعني ما في داعي؟ شو عم تخجل مني؟ شلاح شلاح كينان بيك، ما في داعي. شو انت دكتور يعني؟ ماني دكتور بس شلاح، لانه ما بيصير يعني يكون عندي ولد وما يكون دكتور. كتر خيره بارك، قضى طفولته هو ايا ويقوم. شلاح شلاح عليك نازل منه دم، القطب فلتاني، خليني اجيب لك. ما في داعي كينان بيك، خلص عود. شو هالحظ اللي الي ولادي الاثنين بيحبوا الاكشن؟ خليها بيناتنا، انت اصعب منه بشوي طبعا لان امك اصعب. يعني انت ورتان لعناد من الطرفين، يعني ندلل. خلينا نحضر لك غرفه وبكره منروح منجيب لك اغراضك. كينان بيك ما في داعي لهالشغلات، واساسا ماني مطول هون كتير، رح ارجع بس امي تقتنع ترجعني على المدرسه. اذا اقتنعت ولا ما اقتنعت هذا بيتك، بالنهايه لازم يكون في لك غرفه هون. طيب مبدئيا استخدم غرفتي. لا لا ما في داعي، انا بنام هون. شو شو صار كمان وجعتك؟ ما نازل دم. وقف لا. وقف ما تتحرك يا ابني، خلاص احسن شيء خليني اتصل بالرجال ويجي يعمل لك ضماد جديد. ما بصير هيك، القطب رح تفلت. ارفع ارفع لقلك، ارفع ورجيني خليني اشوف، رح انفخ لك عليها. ما تضحك، يعني قصدي لا تتقرقر. كينان بيك ما تبالغ. طيب طيب خليني اتصل بالرجال. وين صار تليفوني؟
صباح الخير. علي؟ علي في؟ طبعا خافت، طبيعي تخاف، أنا لو مكان بخاف من حالي. بس بتعرفي يا مافي؟ ليكي هالشاب المجنون؟ روح بعيد. هالشاب جريء كتير وما بيخاف أبدا. لك حاسك تغلص لك ابني روح. بس عنده جرأة جاهلين. يلا بارك روح من وشي انقلع. بشوفك بالمدرسة يلا تمام؟ تمام انتبه. بوساتي إلك. وعم يبوسني كمان غبي. أوه بس صار لازم تتزوجوا، ولا بابا خلي يطلب لك البنت، بيروح وبيخطب لك ياها. يا الله الكوميديا من الصبح. ليكي هاتو هذا عمك علي. يا هاتو بس ما تسقي فيه كتير لأنه قتل أختك جامرة. هاي الحقيقة، هاي صفاته، يعني ما في أشطر منه بالتخطيطات والغدر. شو كان اسمه؟ قلت لك هاتو. هاتو هاتو الله يصبرك على أبوك إيه ويعطيه العقل ويقدر يفكر. شو الأخوة فايقين؟ لعناتو رح نحضر فطور دغري. بالمناسبة اعتذرت من أخوك بابا ولا لا؟ ها؟ بارك اعتذرت؟ كنان بيك بدك تخليه اعتذر غصبا عنه؟ خلاص تركه. بس هضطر الأمر اعتذر. كانت حادثة وأنا بعرف أنها كانت حادثة كنان بيك، ولهالسبب أنا موجود هون، ولهيك إذا ما بتبعد إيدك أنا هلأ بدي أمشي. شو عملت؟ عملت فيها بطل هلأ؟ شو صار هيك بتحس بالاطمئنان يعني؟ شو صار؟ حميتني من أبي؟ أنا ما عم بحمي حدا فهمان، بس عم حاول كون جنب اللي معه حق. لكن قصدك تقول إنه عرب وزينو لما قتلوا جمرة كان معهم حق؟ قال لك شغلة أنت ما بتفهم، عقلك ما بيستوعب، وأنا مليت قد ما عم حاول فهمك الكلام. عم قلك هنن ما قتلوا جمرة تمام؟ سكينة شو كانت عم تعمل عندكم؟ لك بكفي حاجة بقى. تعالوا عدوا هون، وانت علي عود احكي له لأخوك كل الحكاية بطريقة منطقية بالعياط، وانت ما تطلع صوتك عود اسمع له، وبعدين خلينا نسكر على الموضوع. وبهالأثناء بيجهز الفطور. شبكن شو حكينا؟ يلا تواخذني، بس أنا ما رح أسمح له أبداً يسمم عقلك. وعرب لما لقى جمرة على الشط مسك السكين. يعني عرب من الأساس غبي، يا أما أنا الغبي بالنسبة لك بما أنك مفكرني رح صدق. لك يا ابني من الصدمة، وبعدين لما توتر أخذ زينه وهرب وعمو عثمان شافهم. لك يا ابني فكرون هنن يلي عملوه وشال التهمة عنهم. بس السكين شو كانت عم تعمل عندكم؟ لك يا ابني زينه منشان تحمي عرب أخذت السكين وخبتها. ياخ ولك روح، لسه واحد مسكة والتاني ملاقي والثالث مخبي. شو هالحكي هاد؟ وعلي قال لهم وأنا كمان بدي وأنا كمان بدي. مارك قلت لك مهنن يلي قتلوها. لك مين اللي قتل حدا منهم؟ احتمال وأنا هاد اللي عم أقوله. ايه تمام، لكن عطيني راس الخيط، دليل واحد، بس دليل واحد. إلجي أو جاجري أو هازال، عطيني راس خيط واحد بيأكد كلامك وما بدي أي شيء تاني. رح لاقي راس الخيط وامشي وراه للنهاية تمام. وأساساً مجبور لاقي منشان طلع عمو عثمان من هنيك. يلا الفطور جاهز يا شباب، تفضلوا خلونا ناكل. ولك شو مين اللي نازل دق من عند الصبح؟ بارك أنا داري يا أمو لعلي. ليك إذا في حدا جنبك أرجوك لا تحسسن أني أنا، لازم أحكي معك ضروري. بارك ألقي طفي تليفونك. هذا إلك مو إلي برو. أوف. شو عم يصير يا إلجي؟ قوم لك قوم إلجي. أوه ما عم بقدر نام يا جاكري. تعرف شغلي
منظر جمرة ما عم بيروح من قدام عيوني أبدا. يا ابني سكر على الموضوع وحاشتك توبة هيك. الشرطة ممكن تكون عم تراقب تليفوناتنا. كم مرة قلت لك سكر على هالموضوع؟ اللي عم يساعد جمرة مين ما كان هلأ عم ينكش ورانا. برو نحن ما سوينا شيء أبدا، اهدى شوي. بالضبط، بس روح أقول هذا الكلام للشرطة. صباح الخير يا أولاد، أنتم مناح؟ ايه مناح أستاذ. متأكدين يعني ولا صاير شي معكم؟ بابا مو من عند الصبح. تمام، سكرت تمي. تمام، أنا رح أحضركم الفطور وأنتوا ضبوا الصالون وتعالوا ساعدوني. ماشي، يلا لشوف. مهمتكم خلال اليوم رح تنزل على الشاشة. وطي صوتك. شو فهموا باللي عم نحكي؟ بلا صوت. يلا تعال تعال صب الشاي. يلا عرب. ولك عرب وينك؟ لك هالولد بده يجنني عن جد، مو معقول عن جد. زينو يلا يا بنتي، تعي يلا قعدوا كلوا بنتي. يلا تعي. تعال عرب تعال يلا. هون يلا يلا عرب. طبعا امبارح بالليل برمت وما قدرتوا تناموا. ما يلا كلوا لشوف. يلا اختي قدر لسه في ساعة. يلا بلشوا يا ابني. روحوا على المدرسة بكير واعملوا مراجعة لدروسكم وكرروها مشان ما تتراجعوا عن رفقاتكم. خود بدك من هاد؟ خود يلا كل كل يلا. الفئة الصبح بكير بتخلي عقلكم يشتغل أكتر، هيك الخبراء بيقولوا مو أنا يعني. عن جد؟ ايه طبعا. يا ابني ليش عم تطلع فيني هيك؟ اشرب الشاي. أخي بلال شو بك؟ ليش هيك مستعجل؟ حاستك متوتر. والله ما رح كذب أنا متوتر يا كتكوتة. اليوم متوتر شوي. ليش شو متوتر؟ متوتر من ماما؟ لا متوتر من حالي. ما رح كذب وأنا كمان هيك يعني، بتصير هالتوترات. أنتوا روحوا على المدرسة ونحن منقعد نحكي. بدكم تتخانقوا؟ ايه بالضبط، في موضوع لازم نرتاح من ناحيته ونحن بدنا نتناقش فيه، بدنا طبعًا نحله. بالزواج لازم نتخلص من هيك توترات ومشاكل. ما بيصير مشاكل طبعا يا روحي، نتناقش يعني هيك شغلات ملح الحياة. قومي زين قومي قومي، بنفطر بالمدرسة خلصيني. طيب خليني أعطيكم من هدول، خدوهن معكم. لا ما في داعي، أنا باخد كعك. أنت روح وأنا بلحقك. وأنتو شو ما كان الموضوع حلوه بدون ما تجرحوا بعض. إيه؟ لا لا ما رح نجرح بعض يا كتكوت، أنت لا تلاقي. يعني بالنهاية منتصالح ومننبسط. ايه. تماما بالنهاية بتكون سعيدة. لكان خناقة موفقة. شكرا يا كتكوت. شكرا. يلا موفقين، مع السلامة. باي. وأنتو باي كمان موفقين. الله موفقين. معكم. تفضلي قدر خانو. بس بدي نطرك شوي، أنا بنادي لك اشرب الشاي. أنت طلبتيني بس إذا تراجعتي عادي بروح، فيني روح. لا لا شو هالحكي هاد، تعال اقعد. فوت قعد فوت. علي قال بده يعيش معكم وبظن وصلتك هاي المعلومة. ايه وصلت وصلت، وطبعا حضرته اجى على البيت قبل ما اعرف. ايه بس انا ما بدي ابني يعيش لا معك ولا مع ابوك، يعني اكيد متوقع هيك شيء. ايه طبعا حكيك مزبوط، ما بدي ابنك يعيش معي ولا بدي أعيش معنا بنوب، يعني نحن بنفس النقطة. حلو. السبب؟ كيف؟ أنا عم حاول أفهم بس ما عم بقدر. شو السبب يلي مخليك تكره ابني كل هالقد؟ شو هو السبب؟ دقيقة أنا خربطت شوي صغيرة يعني. الموضوع كان متعلق بعلي وتحول لألي، كأنه تغير مجرى موضوعنا. يعني هلأ علي بدك يا يعيش معنا ولا ما بدك يعيش معنا؟ صدقيني ما عاد استوعبت. بدي يعيش معي طبعا، بدي علي يعيش معي بالمكان يلي بيخصه له. بس أنا لحد هاي اللحظة ما عم بستوعب سبب عداوتكم أنت وياه. يعني تمام أنتم من البداية مالكم متفقين، بس أنت عملت شغلات كبيرة بابني، يعني عطيته مخدرات ونصبت له فخ واتهمته بقتل جمرة وأعلنت هالشي يعني،
وأنا سكتت وما طربقت الدنيا على راسك بفضل علي، لأنه أخوك وبس، لهيك لازم تدعي له. بس من بعد هلأ إذا بتلمسه لابني أو بتحاول تأذيه، يكون بعلمك حتى اللي اسمه أبوك ما بيقدر يخلصك من إيدي، مفهوم؟ حكي مفهوم؟ فهمت، أنت جبتيني لتبهدليني، تمام، وإذا ارتحتي خليني روح هلأ. أنت ما رح تقدر تكون أخ لعلي، ما هيك؟ لا ما بقدر، ولا قدرت، ولا رح أقدر، لأنه ما رح تزبط معي، يعني هذا الواقع. وأبوك ما رح يقدر يكون أب لابني. والله يا خالي داريا، هاي شغلة بتخصك إليك وأنا ما دخلني فيها أبدا، أوكي؟ بارك، شو بدك تقولي لسه؟ يعني لو تقولي فورا وبصراحة وبدون لف ودوران لو سمحتي. عود. طالما ما بدك تعيش أنت وابني تحت سقف واحد، فبدك تساعدني لحتى أقدر رجع على بيتنا. جاهزة؟ تعال. أصلاً جهزنا مبارح. والله بدي شقف هالباب بسناني، بدي شقف هالباب بسناني، عم تفهمي؟ يعني ما بيطلع بإيدي شي بلال، أنا زواري وضيوفي كتار، لسه هم هاد وهم هداك، وأنا عندي شخصية متفاهمة. لكن وأنا إمتى بدي لحق حبك؟ إمتى بدي لحق؟ نحن عرسان، مو معقول. طيب حبني. حبك؟ إذا بيجي السلطان ماني مفوته لجوا. شبك ولي ليش عم تدقي مثل الديانة؟ شو بدك قولي؟ آسفة بس نسياني مفتاح الصالون. يلا روحي. إذا أختي قدر جاهزة منروح سوا على الصالون. ما أنا فاضية. أي مو مشكلة، بستناها. يا بنتي أنت مريضة شي، روحي، ما أنا فاضيين، أنا ببعت روحي. مالك شايف شو حاملة يا أخي؟ رحت لعند أمين وجبت الغراض وطلعت الطلعة وطلعت بالباصات، والله تعبت، والله أنا روح وبتعب. ليكي والله أنا عندي روح، وأنا يلي عندي روح وصلت معي لهون، وصلت لهون. تمام بلال، خلص إجيت، يلا. شو عم تعملي؟ لوين رايحة أنت؟ استني شوي. شو ساوي يعني؟ معناتها إذا ما رح يمشي الحال وما في مجال بلا ما نحاول، عن جد طابت أعصابي كتير، ما عاد أتحمل، ما عم بتحمل هالمشاعر هيك. تمام وأنا ما عاد أتحمل. طيب وأنا شو بدي أعمل يعني إذا بدنا نقضيها هيك؟ تمام رح تتصلح. أنت عم تتسمع على حكينا؟ روح افتح المحل، على شو عم تطلعي؟ يلا امشي، خدي هالكياس معي. قليلة أدب، يلا خدي اغراضك وروح على المحل افتحيه. أحسن شي روح على الصالون يا بلال، هيك ما رح يمشي الحال أبدا. لحظة قدر، ما قلنا نصيب، شو بدي أعمل يعني؟ خلصنا.